في مداخلة هي الأولى معي في آخر النهار، الصديق العزيز الأستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار. أستاذ علاء، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتور، إزاي حضرتك؟ وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب وكل أنت طيب وبخير دايما وبخير إن شاء الله. الله يخليك. أنا طبعا بتشرف إن أنا أعمل المداخلة دي مع حضرتك. أنا أتشرف بيها لأن دي أول مداخلة مع بعض يعني في آخر النهار. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم، وإن شاء الله كل سنة وأنت طيب. أنا كنت المرة دي المكالمة مش بصفتي رئيس مجلس الإدارة، اعتبرني مشاهد متحيز لمستشفى 57. تمام. لان انا عشت مع 57 من ايام ما كانت واخده مقر صغير في معهد الاورام، واعتقد ان انا شاهد على رحله النجاح دي كلها. والاول بشكرك على الكلام اللي حضرتك قلته، ولكن انا عايز اوضح نقطتين ثلاثه. اتفضل. عايز اقول معلومه، احنا نظرا للازمه اللي موجوده دلوقتي، انا بقول لحضرتك ان انا ومجموعه العاملين في شبكه تلفزيون النهار بنتبرع بحمله اعلانيه مجانيه. تمام. لمستشفى 57. انا بشكرك على ده يا فندم. طبعا يعني العفو. كاحد الموجودين في النهار يعني انه حمله اعلانيه مجانيه ل 57. ده واجب، وانا كل اتمنى وادعو كل الناس ان يا جماعه ليس يعني ليس من سمع كمن راى، يعني المستشفى عندها سيستم كبير، عدد الناس اللي بتعالج هناك وتكاليف علاج السرطان ارقام كبيره جدا جدا جدا. ويكفي ان انا اقول لحضرتك ان في ناس كانت ما بتقدرش تتعالج بره بارقام، وكانت ناس قادره او متوسطه الحال ما تقدرش على علاج السرطان بتعالج، اقترحنا على المستشفى ان ممكن يعملوا قسم مدفوع، ولكن هم شايفين ان لو عملوا قسم مدفوع، ودي استراتيجيه مهمه جدا وشفافه جدا، لو عملوا قسم مدفوع ممكن يطغى على القسم المجاني، والدكتور شريف ابو النجا رفض ده سنين طويله ولحد دلوقتي رفضه. فلما حد بيروح له يبقى عنده سنه قدره يقول له بس تعالج، يخليه يتعالج وبعد ما ربنا يكرمه يبقى يتبرع. ففي ناس كتير بتتبرع على هذا الاساس. علاج السرطان ربنا يعافي الناس كلها يا رب فيها يا رب. وما يوري حد حاجه وحشه في حد بيحبه او اولاده او كده. مكلف جدا جدا جدا، فالتبرعات لازم تكون بارقام تغطي تكلفه لفتره قادمه، عشان ما يبقاش عندك من اخطر ما يمكن في علاج السرطان بعد يعني مشاهدتي او مصاحبتي ليهم، ان حد يبدا البروتوكول بتاع العلاج وبعدين يجي في وبعدين يتوقف. لان ده اخطر حاجه بتعمل مضاعفات بشكل كبير جدا. وبالتالي هم دايما حريصين ان يبقوا عندهم خطه لسنين طويله او لسنوات عشان يقدروا يغطوا العلاج، واوقات بيبقوا مش قادرين على ان هم يعالجوا كل الاعداد اللي موجوده لان الاعداد بتزيد وهكذا. تمام. فانا بس اللي حابب اكد لحضرتك عليه، انا بقول يا جماعه 57 وباقي المؤسسات الخيريه اللي موجوده في مصر نموذج، احنا محتاجين بس ان الناس المتبرعين وشعب جمهوريه مصر العربيه وكل المصريين والعرب اللي في جميع انحاء العالم يبقوا واثقين تماما ونطمئنهم، لان هو في الاخر احنا يعني احنا ما نقدرش غير ان احنا نساعد بعض. صحيح. لو ما ساعدناش المؤسسات اي حاله من حالات التشكيك او القلق او الكلام ده كله في الاخر ده بيأثر على التبرعات وبيأثر على حياه ناس ابرياء. وبالتالي انا اللي بقوله ان يا جماعه خلينا كلنا نقف في ظهر 57 وجميع المؤسسات الخيريه لاسباب كتيره جدا 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 جدا، ما يبقاش الموضوع كله تعالى. انا عندي تقدير شديد للجمله كامله يا استاذ علاء، انه نقف في ظهر 57 وكل المؤسسات الخيريه لانها بتقدم عمل الحقيقه مهم جدا للناس. اتفضل يا فندم. احنا من غيرهم في ناس كتير جدا، عايز حضرتك تتخيل ان اللي بيجمعوا عشان ياكلوا الناس ويعالجوا الناس عشان يتجوزوا الناس، كل مجتمع يعني مؤسسات المجتمع المدني عامله دور كبير جدا 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 خطير لصالح المواطن المصري. وبالتالي احنا لو كل شويه هنقعد نقول اصل ده عشان بيلموا التبرعات بيصرفوها في اعلانات، ما هو حضرتك الاعلان دون انا بقول لحضرتك ايوه فعلا اللي قاله دكتور شريف كلام مظبوط، الاعلان بدل ما حضرتك بتتبرع ب 10 جنيه حضرتك بتاخد، لو صرفت جزء من ال 10 جنيه، ال 10 جنيه بتخلي التبرعات بتزيد تبقى 120 جنيه، فعدد المستفيدين من التبرعات بيبقى بيكتر. يعني الاعلانات ما هياش حاجه عيب، وسيله في العالم كله. دي وسيله من وسائل التسويق، بدل ما هم ينزلوا يقعدوا يخبطوا، او حضرتك بيجي لك تليفونات من بعض المؤسسات الخيريه يقول لك احنا مؤسسه كذا ما تيجي تتبرع، ففي ناس بتصرف تليفونات
وبتقول للناس تعالوا اتبرعوا عندنا، الوسيله في الاعلانات وهكذا. وعلى فكره انا بقول لك وقناه النهار يعني ده احنا ان شاء الله حضرتك بتقدم حمله اعلانيه مجانيه ل 57 357. ايوه، والاعلانات اللي المؤسسات الخيريه بتعملها يا فندم دي وسيله من وسائل التواصل مع المتبرعين والاعلان عن الخدمات. فاللي عايز يدفع فلوس في علاج مرضى يدفع، واللي عايز في اطعام يدفع، واللي عايز يعمل خير يدفع، واللي عايز يوصل ميه يدفع. وجوه الخير كثيره صحيح. وبالتالي هي نسب متعارف عليها في القانون المصري، وهي نسب متعارف عليها في الشريعه، يعني مش الناس بتاخد الفلوس تصرفها كذا كذا كذا. انا بس ده اللي حبيت اكد عليه. واحنا انا بقول لحضرتك تاني، احنا كلنا في ظهر 57 وهنفضل في ظهرها الى ما شاء الله، وجميع المؤسسات المجتمع المدني وجميع المؤسسات الخيريه، عشان خاطر احنا مش باقي دلوقتي غير ان كلنا نقف في ظهرهم عشان نقدر نساعد اكبر عدد من المصريين المحتاجين لهذه الخدمات. وانا يعني مع حضرتك جدا، انا بشكرك طبعا للمداخله اولا، وعلى هذه المبادره بتقديم حمله اعلانيه مجانيه من شبكه تلفزيون النهار، واحنا كلنا وراها، كلنا وراها ان شاء الله. اتفضل. وعندي تعليق تاني حضرتك، نصحت دكتور، واسمح لي كبرضه مشاهد او متعاطف مع دكتور شريف وصديق لحضرتك، ان انا اقول لحضرتك، حضرتك بتقول له يعني ما تتكلمش، اولا انا هقول لحضرتك حاجه. والله هقول لحضرتك حاجه، دي نصيحه اعلاميه، وانت عارف يعني نصيحه اعلاميه. لا انا هسمعك وهقول لك دلوقتي وجهه نظري. حضرتك تخيل كده، ربنا ما يكتب عليك ان حضرتك تكون على راس مؤسسه، ربنا كتبها لك طويله وتحت ضغط غير طبيعي، والراجل بيشوف الحلم ممكن يروح منه وممكن يتضغط. فاي واحد فينا وهو مضغوط ممكن يقول كلمه كده، ما ينطبش على الكلمه، يعني شوف هو ليه الراجل مضغوط؟ الراجل مضغوط عشان خايف على التبرعات، عشان خايف على المرضى، عشان الحلم ما يقعش في ايده، انا اسف، وهكذا. فيعني ادوا للناس اعذارها، ماشي، والتمس لأبيك السبعين عذرا. الراجل مضغوط والراجل مش مستفيد حاجه، هو بيعمل خير. فاتمنى ان انا اكون وضحت النقطه دي. لا انا معاك، انت عارف يعني معاك في ما قلته حضرتك، لكن هو الكلام لما اتقال يعني حضرتك عارف، هذه نصيحه اعلاميه يمكن تجيب يعني الناس مضغوطه يعني رد فعل افضل، يعني هو ده مبرر ودافع النصيحه يا استاذ علاء، لكن طبعا مقدر كل اللي حضرتك بتقوله. طبعا انا شاكر لحضرتك طبعا، وانا بشكرك الجميع، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك ان شاء الله وكل المؤسسات. صحيح، امين يا رب. شكرا، اشكرك جدا استاذ علاء الكحكي الذي تحدث الينا ليس بوصفه فقط رئيس مجلس اداره شبكه تلفزيون النهار، ولكن ايضا مواطن مصري منحاز ل 57، لانه كما يقول هو ليس من راى كمن سمع.